يا رب جايك البوز وجايك اهو. يا ساتر يا ساتر، خير ومرحب. ارحب ارحب. ارحب ارحب انت شخص. واضحه صورتي هيك انتبت ولا شني ما شاء الله عسل قال ذاك. ولا هيك؟ لا لا امورك طيبه، تعرف انا طالع تقول من شله قاعد في شقه لا ولد. لا لا، امورك هانيه انت. ليش ما حتضيع دايره وراي؟ تقول تقول المرسي يقصد اهواه. شو الدنيا؟ والله لا باهي، شن حالك انت؟ والله لا مية مية يا اخي، هذا جماعتك منورين ما شاء الله. ارحب 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 ارحب, أرحب. تعال اسمع اسمع، قلت لهم انا تعال. ها ما شاء الله، قلت لك درت لي المنشل، فتحت لقيت 150. صل صل. الو تسمع؟ الو ما فيها؟ قلت لك ما شاء الله الجيش اللي عندك، درت لي منشن انت، لقيت فوق ال 150 بعد اضافات. في اي حد معانا معناها صح، اي حد ضدنا معناها غلط. يقولوا عماد عندهم وديعات، راه يحب الوديعات. مذيع مع وديعات. شو حالك؟ تعرف ايدي اللي عندي انت وعدي منكم بس. شنو كملت الحلقه؟ كملنا الحلقه وروحت غيرته طول. ايش هيك تستريح دير حاجه طول. والله كنت بنجيب عدي اليوم، دير الموضوع يمشي معاه، دير موضوعي كان حلقتي على الاداره المحليه وتاثيرها في مستقبل ليبيا، فكنت بنجيب عدي الحق. بجيب بتجيبها عدي متى؟ الاداره المحليه وشيني انا بروحي تسال يقول انت تبغى يا رجل. منورين منورين يا ابو زواد، قول لي يا برو. هاي نبدو بشويه بالله عليك، فكنا من لا هدرزة على الخفيف، هدرزة باه هدرزة عادية جدا. قول مودي انت شكلك يا برو، خليني من اشرف الشريف، يوم طلعت مع صاحبنا نقول له منور شروفه باهي خير. ديما القنوات يتعاملوا مع جماعة البت والألعاب والببجي كأنها حاجة إدمان وعيب، ياخذوا فيها ديما من جانب سلبي. حتى أنتم لما جايبكم أشرف مقعمسكم جنب بعض تقولوا متهمين. هجمة مرتدة صارت ولا؟ علقنا ولا؟ هو جايبكم على أساس جو مدمنين الألعاب الإلكترونية ومش عارف شني. ولا لا قلت له ربي يهديك يا أشرف، قلت له شوهت لنا سمعتنا. أقول له والله يا رجل، قلت له صارت علينا هجمة. كلمني الدكتور خيري ذاك اليوم قال لي وين ناشرين لي مقطع ومش عارف شنو ويتساهكوا علي. قلت له والله ما نزلت حاجه، والله ما نزلت حاجه. شد دلاله، هل تعلم ان نسبه 14%؟ عرفت هذيك؟ قال لي ليش نقول له تريت؟ قلت له باهي انت شديتها شردنا، قال الخيط شويه. قال لي والله نعاودوا حلقه ثانيه ونجيب لكم كلها ايجابيات. قلت له ما عندكش مشكله عادي. والله لا لا بجديات، يعني علاش ديما هيك في ليبيا برو يتعاملوا مع الموضوع انه يشوفوا فيه ادمان مش عارف شني؟ والله ما انا صوتي قاعد ولا 100 100. والله ما انا والله العظيم ما نعرف. هو صح، حتى لما جابنا رسمي كتب موضوع الحلقه مدمنين الالعاب وهكي واحد والديسكا يا ما مش عارف. والله ما نعرف كل ايه. ما تبيش تتغير كل ايش فينا مهب. هو مهب احنا تبي الحق والله. لا معني تو تو اللي قاعدين عندك ولا انت موقفهم؟ من ايه؟ تعليقات يطلعوا عندك ولا موقفهم؟ لا يطلع امورهم طيبه. انا واقف عندي ما يخدموش. حرك يمين يسارك، ممكن انت درت المخفاه بس ولا دير تاتش للشاشه بس مش عارف ما يخدموش. لا لا واقفات باي. مش مهم مش مهم. تو نقرا لك تو نقرا لك. اسمع آه. ما تقول لي عندهم الحق ادمان؟ لا انا اقول لك نشوف فاهم انا من جانب الاولاد اللي يتفرجوا علينا ويعطونا رايهم، قصدي في الليل ونحكوا فقش لكن بادب. انا لما يضيع ساعتين يتفرج على البوز ولا يتفرج على عدي، نسال الله ان يهديه باهي، يتفرج عليها ما مش خير ما يمشي لتراكين ثانيه ومواقع ثانيه وفي اللابسه يا حبي. انا قلتها حتى في اللقاء قلتها له. قلت له قال لي شنو تنصح شنو تدوي؟ قلت له انا انت ولدك تو لما يجي يقول لك ما نبي تجميع نبي نلعب نبي كذا، خير من يطلع لك لبرا ولا ما تدريش عليه مع من ماشي ولا مع من يراقب ولا شنو يدير، ولا على الاقل قدامك. فهمت؟ نفس الدوا قلتها، نفس الدوا قلتها. حتى انا قلت لك انا من الاول قصدي ما
ما عرفتش علاش نظرتهم هيك لينا، ما فهمتش، مع انها راه والله العظيم كانت لاحظ يا عماد، والله العظيم اكثر قصدي الناس اللي هي اللي تدير في الشيء هو ما حبيتهم اكثر من الناس اللي تطلع هيك في الشاشه وتطلع في الواحد راه، لان تصير تناقضات تصير دوه ثانيه فهمت. لكن انت بلعبك وبجوك واحد ما فيش حد يدور فيك، لا تتكلم في السياسه، لا تتكلم في دوله، لا تنتقد في هذا، لا تتكلم على هذا، لا شيء، انت تلم فيهم مع بعضهم في بث واحد وهدرزه وضحك واحد وتمت وسكر فهمت، ما فيش من يختلف معك فهمت كيف. موضوع يا برو، عارف شنو اللي عجبني؟ الكنترول اللي مديرينه، يبدا عندك 6 7000 10 20، الكنترول اللي مديرينه على الموضوع السياسي والديني، فهمت كيف؟ هذه ريتها، لان اصلا انت بتفتح اي باب، هو انا راه عن نفسي ولا ما نحب السياسه ولا تعرف نتحمل حد يدوي فيها قدامي ولا شيء، نقرا في تعليقات مره هيك الحق تتدرى في الكبد ندوي في كلمتين يهدو فهمت. لكن هي اصلا انت كوجه كشخص كي انت قلت بروحك 6 7000 قصدي بتتكلم كلمه واحده، مش كلهم نفس الراي، 7000 صح، نفسهم شويه، مرات 4 معاك 10 ضدك، 500 ألف ما يبوش بكل الدوا هذه قوت انت اخطاها مره واحده فهمت. احنا وانت اصلا عشان قاعدين عليها الدوا هذه، وكلهم اللي يلعبوا من هنا ومن غادي ومن في الحاشيه ومن في التركينه وكلنا مع بعض، ما فيش حد يدور في حد ولا في سؤال جاني من كذا واحد، تمام، هاي ابدا ابدا ها ايه قال لك كان البوزو ركبها خطوة خطوة من 10 مشاهدين للمية للألف، لين بدأ يحك مع النووي، خلى النووي التالي بدأ يحك مع عدي، وتو تخش للبت تلقى البوزو عنده 6 7 وعدي عنده 2، شو اللي صار؟ كيف انقلبت هي؟ كيف عدي قاعد معاي، عدي هو معاي كيف؟ معاك في نفس الوقت تفتح بث عدي؟ لا السؤال هو مين مين هو مين والله جايني على الاذر، اقسم واحد بعت لي قال لي بالله اساله كيف الموضوع وكيف صار هيك وشنو القصه، هل عدي مقصر بحق نفسه ولا البوز يطور من نفسه قاعد؟ مقصر، هو اكثر مني اصلا صفحت اكثر مني هو، علاش مقصر كيف؟ هي مرة هيك مرة هيك عادي، ما مرة تضرب صفحتك مرة تضرب صفحتي مرة تضرب صفحته هو فهمت، كل مرة واحد. لكن لا عدي ولا لا ماشي صح عادي قصدي، لكن بالنسبة لي لحسن والأولاد والطلع هيك قصدي، هنا أنت تتكلم في واحد شبه زي ما تقول راه لي تو من 2016 يا عماد، 4 سنين مش شوية، 4 سنين مش شوية، لكن هم متقطعات سنة فتها 5 وخشنا في الواحد كثير. واحد شبه ايوه شهر مش هو 24 يوم منه، يعني يكتبوا فيه في بطاقة شنو يكتبوا فيه؟ 2020 وشهر. احكي لك انا على السيره من امتى بدينا، قناتي في اليوتيوب قاعده من 2016 فهمت، واحده واحده بديت انا بالجو عادي راه مش موضوعي، من اصلا ما ندريش ان انا بنوصل هيك، ضربت في رمضان هو اللي فات بتاع شهر 5 طلعنا بتاع جنينه، تصلي الفجر انت تصلي الفجر وتجي هيك بعد هذا الفجر 10 دقائق 20 دقيقة تلقاني فاتح فهمت، وقتها كان عدي كان ما عندهاش نت وكان قاعد حسن في الصفحة فهمت. ايه بدينا في رمضان ضربت ضربة مليحة في رمضان انا ومشت قصدي، حسن يقول لي كمل انت في شهر بتوصل 100 ألف، وعدي يقول لي عرفتها، قالوا لي برا دولة جات ضي وجت الحرب وجت مش عارف شني وكذا وخشت بعضها وميه عشيفة وقفنا امتى رجعنا بالرسمي شهر 8 لما عدي يفتح صفحة بعدها بشوي هيك كيف بدا يتعدل الوضع كيف رجعت انا من هذيك الفترة لليوم قسما بالله يا عماد، زي ما تشبح بس والله ما نعرف والله ما نعرف كيف، راه نقول لك راو 500 كانوا دهشات، 1000 كانوا دهشات عرفتها في رمضان، وصلت 3 و2001 وكلها هيك، لكن قصدي شن جايبها لي تو قاعد انا نفتح قاعد نقول هيك نواسي طاقيه نواسي تيشرتي 3000 4000 موجودين ما نعرفش، قول اللي سالك السؤال هو قل اعوذ برب، قول محبه الناس فوق كل شيء، راه ولكن احب الشخص ولا تعرف تدير ما تدير ولا ما تقدر، لا لا الاسئله هالباب هذه تجيني حتى سلتي بنشدها شويه على جنب. كله واقف عندي مشاهدات واقفه الوحدات كلها واقف صورتك بس تتحرك الله اكبر نطلع ونخش
ترى ترى تنطلع كان هيك صحيح ترى جيبوا البوزو من جديد. يا بوزو ما عادش لقيتك في الزحمة يا بوزو. هو ايوه ايوه هيك يخدم الجو. ايوه تمام 100. عم الناس في عندي المشاهدات 200، قلت كيف صار كيف هيك؟ لين استغربت خم نسكرها الصفحه نق علي يا عماد. انا عندي امات نقول لك شوف الاسئله بعثوا لك الناس اسئله هلبا برا بليطان. هذا لا هذا يتساوك علينا قال لي باين فيك الكبر يا عمده منور يا بليطان. لا رسمي باين فيك ترى. اقول لك ايه وين بالله 37 عام راي ابو زرع. الله يبارك الله يبارك. واحد قال لك يا بوزو في واحده مدايره ايميل مسمياتها حبيبه البوزو شيني مني. سكيب سكيب. يا بوزو عندك في الكوجينه ولا لا؟ هذا وليد يصل فيك. والله ما عندي ناكل بس انا متذوق مش طاهي. في زرده وزاويه ومش عارف شنو تدير غادي كل خميس والجمعه في الزاويه. اه يقول لك ولا يا جماعه الزاويه كانوا حاضرين يقول لك ولا لا ولعت النار بالسنه. خاطي هيك والله ما درت حاجه. والله ما عندي. يا بوزو تو نسالك بعطيك اسامي يوتيوبرز او جيمريه عندنا تمام؟ وتعطيني رايك واحد. اه؟ تعطيني رايك في كل واحد. وفكنا من جو الدبلوماسيه اللي تدير اللي فيه من بكري. لا لا فقش انا عندي. خلينا نبدو بحسن هاي. حسن. نو. انتبه لحسن. اعطيني رايك في حسن كلاعب كشخص كل شيء. نعطيك قصه حسن. انت تبي انت تقول لي تبي قصه حسن. هات قصه. رايك؟ هات جاي. تقول لي خير قصه حسن. يا سيدي بن سيد راجل كويس صاحب صاحبه ربي يحفظه ما فيش حد قصر معاه بهي. لكن جت فتره يا عماد عرفت شنو وصل حسن. طبعا بدايته كانت يبت في الواي جيمر الصفحه دي كانت على الواي جيمر كان يطلع فيها انا لو كنت نتفرج فهمت. طبعا لكن انا خاش في اليوتيوب وخاش في بثوث ثانيه والعاب ثانيه. شنو يقول لي الصادق؟ طبعا الصادق هذا ولد عمته اللي معانا في يقول لي زود يقول لي زود تعرف يقول لي اللي بيهبلوا على الببجي في الفيس ومش عارف شنو. قال لي فوتها قناتك في اليوتيوب ما عادش تبت بها بت في الفيس ونزل في اليوتيوب. قلت له تي قلت له ونبي تبي نلعبها لعبه مهبله انا يا فكني منها بالله عليك عرفت. قعدت لا هنا في لي نشبه في حسن 200 300 500 1000 مش عارف. هيا يقول لي هيا برا للفيس برا هذه الدورة في 2018 طاقت الببجي بدايتها ياك. تي تعرف يا عماد كان فاتح صفحه من 2018 انا تو راني راك تو تكلم فيا ما ردش. مش فينا يومين نخطط ومش قادرين نفتح بث في الانستا. والله كان فاتحين من 2018 حي على المرضى حي. المهم حسن تلاقيت معاه في ذاك في نادي الاتحاد وهو ما هناك تلاقايا هي. وشن كان طالع علي انا الترند طبعا هو قاعد لليوم وان شاء الله ربي يفكني منه فيديو العار. هذيك هذاك لي 3 سنين الفيديو لليوم قاعدين ينشروا فيه الناس ما عادش تنشروه ربي يهديكم قاعدين لليوم اي حاجه هيك فيها عار تشبه تتفرج عليها بعدين يطلع لك وجهي هنا عيط. حسن يعرفني من الفيديو هو وانا نعرفه من البث. تلقينا مقعمزين على الطاوله انا نشبح هو ما طلعش في وجهها ما كانش يطلع في وجهها لكن نعرفها صفحه حسن. مقعمزين على الطاوله انا هيك هيك وهو هيك قدامي شاد المايك انا ندوي كان اجتماع مش لازم ذكر اسماء تو فوتها ومسحناها الصفحه. شاد المايك انا ندوي هيك اذا تو كيف قلت اسمي ناض يضحك. انا ما نعرفهاش راه ما نعرفهاش راه ناض يضحك. قلت له خيرك تضحك؟ قال لي لا شيء. قلت له لا قول خيرك تضحك. عرفت ضايقتني اللقطه بتاع خيرها واش يدير فهمت. وقفنا شويه قال لي عندك علم انا كل ما نشوفك نتذكر العيطه على العار. قلت له الله لا تربحك انت ولا العار
المهم مشيت منها دي كانت لقينا بعدين بدينا ندو ونهدرز وكذا، قال لي خش معاي تعال بنلعب اليوم مش عارف شنو ينزل. قلت له ببجي والله يا حسن والله ما يخش جهازي. قلت له تدير ما تدير مستحيل انزلها في جهاز. لا والله لما تنزلها عشان قلت له به نزلناها لعبنا خذي تزبط انت البوتوتا حسن كيف كانت. بعد الساعة 2 طبعا الساعة 3 يفتح كان فوتة ما فيش احكي لك. المهم الجماعة من هو هذا من هو هذا من هو هذا عنده صفحة ما عنده الصفحة مش عارف شنو كذا شنو يقول حسن ترى وقتها راه ضارب حسن راه 3000 و4000 وقتها ممكن 2000 وحاجة يتفرج. قال لهم هذا عرفته قال لهم قاعد يشرح لهم عرفته فيديو العار. قالوا له فتحة طبعا في اللايف قال لك فتحة في اللايف. قال لهم هذا هو صاحب الفيديو وبره عاد من اليوم هذاك يدوروا فيا الناس وقاعد مش فاتح صفحة. شو ندير؟ نلعب مع حسن تصير الفصلة الثانية كان حاضر الفيديو بتاع الهاك بتاع نعيط با با بتاع الهاك هذاك جايب 800 ألف مشاهدة في صفحة حسن لليوم قاعد لليوم. عيطة بعدها ديك في لايف ثاني عيطة بعدها أحرف من هي. فوتة الفيديو فوتة ما ننصحكش تتفرج عليه فوتة تعرف تعرف كان أنت ما تعرفنيش بتقول خير هو بتقول خير هو مبوط مريض جاب 800 ألف. طبعا أنا نقول له حسن ما تنزلهاش لا بننزل يا حسن ما تنزل لا بننزل جاب 800 ألف مشاهدة كان مش مليون تو. طبعا جينا بعد طبعا كانت عندي هو صفحة الكلان وصفحة إسماعيل مبتوا فيها لكن بالجو فهمت بتينا هنا بتينا جي تي اف اليوتيوب لقيناها جماعه يتفرجوا عجبتهم واحد ومش عارف شنو. قعدت مع مين بت قعدت بت مع اسماعيل في صفحه اسمها تيم ما يعرفوهاش طبعا الناس كلهم ما يعرفوهاش. وقعدت بت في صفحه الاس ام في ما عندي صفحه خاصه ما عنديش عندي يوتيوب بس. لين خلاص يا حاج قلت والله ما عاد فيها الفيس فيس هو اصلا احنا اللي بيه ما نعرفوش الا اكثر شيء دنيتنا كلها في الفيس عارنا كلها في الفيس. يا جماعه طلعوا الفيديو العار الثاني كلهم يكتبوا لك من بكري قال لك ما مارش كنت لابس بدله العشبيه. ايوه ظابطينهم ناس القديمه ظابطينها. المهم الفتره هذيك يا عماد حسن ضيع روحه بحاجه شنية لما حول الصفحه وانا قلت له عرب بيني بينك والله قلت له عادي قصدي صاحبي وندوي له في وجهه سواء في اللايف سواء هنا. قلت له يا حسن قلت له اللي تدير فيه غلط يلم في الجماعة يكلم فيهم قصدي تعالوا بتوا تعالوا أنا ألعبوا مش عارف شنو صفحة صفحتكم كذا فهمت الدوا يا اللي فيه غلط من الأخير صفحة قبل ما تزيد متابعين برا غير اسمها وديرها نووي ولا ديرها حسن قداش ولا ديرها اللي بتسميه سميه. قلت له فوت الأولاد قلت له خلاها صفحتك الشخصية والله الشركة لا تركها وبالذات في الدوا هي ما تجيب لو عادي خليهم الأولاد يبتوا بالجو خش عدي خش عموش مش عارف شنو هذا صبحي وجماعة كلهم الجروب هو كلها بتت فيها الصفحه كلها حتى حتى انا كلمني والله انا يكلم فيه نقول له يا حسن فوت والله لا فوت عادي قصدي مش مدور قول لي لا لا اطلع عادي الاولاد يبوك مش عارف شنو طلعت منكم بتين ولا بات زوز منكم زوز واحد منهم نلعب في كول ديوتي اصلا هو يبيني على خاطر نلعب في الالعاب الثانيه فهمت قال يلعب عادي يفتح اي حاجه. حسن امتى فاك بها الحاجه هذه يا عماد؟ في 2020 تو فاك بها حسن الناس من الصفحه غلط وانه هو مازال مش واصل على خاطر الاسم وفي هالبا ناس قصدي تتبع في الصفحه ما تعرفش من هو اللي بت يجيك اشعار من البت ما تعرفش مين اللي فاتح تو تبي تخش مرات انت اللي طالع في الصفحه في ناس مش متقبلاتها مضبوط صح ناس تتبع في حسن يخش البوزو علاش انا ما نبيش اطلع انا نبي حسن فهمت كيف؟ يبدو حتى عدي صارت له وحتى عدي بروحه يقولوا له سكر سكر وين حسن فهمت؟ صح كل واحد عنده ناسه وكل واحد عنده ايوه ما قلت له راه قلت له قال لي صح تو كلامك شايف شنو فات قصدي تو بعد ما فات على القطار عادي هو ما مش فاته فهمت؟ وحسن هيك شبه اهملها شويه الصفحه كشخصيا هو اهملها شوي حتى الظروف ممكن اللي صارت هذا بنقولها لك انا انت قطعت عليه مع انه صارت له ظروف وهيك واحد لكن هو في فتره كان يكبر واهملها اللي هي فتره الحجر عيا هو لانه جاي دارع طبعا هو سبب الفالطه بتاع ليبيا وتسكير المطارات وكورونا حسن يا اولاد جاي عرسه في شهر 3 يا اولاد درنا له دخول السبت قال طيارتي 3
داروا حضر يوم اثنين سفرناه لحد هرب هنا لضيلة لناس تطلع على شيء دار الفالطة وهرب. هم جات الفترة هذيك هيك يرتخى شوية وبعدين جاء هذيك الفترة الكورونا أكثر فترة ينشطوا فيها جماعة بده يخدموا فيها سامي ربط. والله قلت لك مش قلت لك كاني فاتح من 2018 نحيها. أنا كان فتحت صفحة في شهر 12 2019 2020. إيه سلم لي تعرف فترة الحد هذيك ناس فاضية ما عندهاش مدير شن تبي افتح الفيس مني هذا فتح بتاي قصد معه عادي فهمت محمد. المهم حسن يا بالنسبة لي حسن يا عماد زي ما قلت لك صاحبنا ويعز علي حسن هلبة قصدي صايرة بيني وبينه هلبة مواضيع انا وربي يبارك لا يرجع عادي قصدي مش موضوع حتى وقفت صفحته حتى طاح ومشاهداته عادي اصلا هذه راو الفترة هي بتمر على أي ستريمر بتمر على أي يوتيوبر بتمر على أي حد يطلع في السوشيال ميديا بتمر عليك مرة فوق مرة لوطة مرة في الوسط مرة ماشية مرة تنزل تدفها وعادي فهمت يعني عادي مش هو متضايق منه الموضوع لكن عادي يعني ما قصدي ما... في هالبس طبعا محمد لوني قال لك خلي حسن في حالة زميلنا محمد لوني مذيع قناة سلام برنامج في ليبي نور يبدأ خوده معاك لقاح مليح. انا نعطيك انا نبدا بالاسئله واحد بواحد. هذا اول سؤال جاي جدا قال لك تشجع الاهلي ولا الاتحاد ولا كره هي تعرف على الحيط على الحيط والله ما نقدر انا اقول لك حاجه باي انا ما شجعش فيهم الزوز لكن كنت مايل للاتحاد بحكم حوش عمتي غادي واحد وكي زمان ماشي متفرج مباريات واحدة لكن ماشي متفرج على مباريات الاهلي ماشي متفرج على الاتحاد ايه لكن دودة مش لدرجة دودة ايه لا تخصدي إيه. كل اتحاد يطلع لك بليستة واتية شن تبي كلام فيه موجود كل الاهلي يطلع لك بليستة تفكني يا رجل خليني جاوب على السؤال هذا جي 20 مرة ها السؤال هو صوت كهرب اما سؤال سؤال خاطب. ايه لا مش خاطب لا فهم ليه في الفيس بتاعك خاطب انت باش يفوتوني باش يطلعوني باش يطلع من راسه بالموضوع عن قريب في راس موضوع كلمين عليك معنا عن قريب عدي بيدور لي عدي والله يا عبيد هذا عبده قالك وين معاش تقابل في الصالة شو وين معاش نقابل في الصالة ما اسمع صالة فيني وكيف مية أما صالة وين كيف مولي لي أسبوعين راجل هات هيا انت صورتك ولا انت وقفت لا هذا شو عودي أحسن عندك يا جيت بين زوز ما يمشي علاقة ببعض البيانو إنسان هادي طيب يتكلم في 150 كلمة في البت 4 ساعات 5 ساعات يتكلم 150 كلمة تجيب لي أي 3500 كلمة مش مفهوم منهم إلا يبوزو مش مفهوم منهم إلا اسمينة شل جايبهم لبعض لا الزوز ربي بارك لا عدي ماشي في طريقة كويسة ولبيانو حتى هو ما شاء الله توا بعد فيديو ابن سوريا كانت صفحته 140,000 كيف فرحت أنا قلت له فتك وواحد وقلت له حي عليك جايينك يا حسن طار هو شي فات حسن وفاتني ليه وفات عدي توا قريب 270 ربي بارك ما شاء الله لكن حتى انت تعال لي قبل ما نكمل لك باقي الاسامي جبت سيره ابن سوريا حتى انت طلعت لنا في يوم وليله وفجاه نشوف فيك مع الاوتلو بوتوت مع بطولات عربيه وتيم البوزو وتيم البوز هذه الخشه كيف خشيت فيها هذه والله لهيك والله العظيم لا لحد دار لي هوست لحد دار رد اصلا بدي رد فعل على بوزو على شني شو بيقول فيش مع وجهي شو بيقول مثلا يعني لا هناك لعب لا هناك اسلوب لا هناك منطق لا هناك شيء لا ردة فعل لا هوست لا بلاي احرق لا شيء ما في انا كل الاولاد جماعه همال الار تي جي اللي فيهم لبيانو ايه علي يتفرجوا علي فهمت انا ما توقعتش ان في اصلا استثماريه كبار يتفرجوا علي يا ابو سروال طلع يتفرج علينا يتفرج علينا وهذا قال هذا بتاع جي تي اي مش عارف شنو اسمه هو ثاني نسيت اسمه مهم في عرفت عرب يعرفونه فهمت وانا ما نعرفش انهم يعرفونه جدتك بالصدفه شاركنا في بطوله اسمي طلع من هنا اسمي طلع من غادي مش عارف شنو هو
بالنسبه لي متاع اوت لو خشيت في البت عادي نهدرز على هذا المعلق كانت تتذكر فيه معتز با ان هدرز عليه قال لي تعال قلت له هيا جيت لقيت معاه الناس همانه والله ما نعرفهم هو عرفني وقمت يا اخي درت شوط قمت فيه القدر ها قمت القدر قلت لك تهيل في روحي مصدوم من روحي يا راجل انا ما نعرفش شو صار اصلا قاعد اول الفيديو قال لك اقرا هذه كيف عاد كيف عاد ما يغركمش راه ما يغركمش اللايف والحركات راه والله ما يغركم اللايف والحركات طبعا انا في الحقيقه ما كثرش معاه في الدوه هذه شق الصفه اللي بنعرفها حتى انا تي لطفي ما تعرفهاش هذيك نتاع استنى يا لطفي نتاع شق الصفه شن جابها باي في البت هو المهبول قالها سكت 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 قال لي يا بوزو قلت لا قال لي تعرف لطفي شد شد عاد انت توا ماشي لا لا ترند قاعدة ما شاء الله لا ما يغركمش لا العركات والبت والعياطات واحد راهو نحسب فيه زي خوي وقال نية راهو نية راهو انسان نية جاوب صراحة افضل ستريمر ليبي عندك من ناحية شني اللعب لعب بوتوت قصدي كلعب ايه انا تو راه اللي عاجبني مية مية هيك كيف ماشي وكيف مداير مع انه هو ما يبتش هلبة قصدي يعتبر انه صانع محتوى اكثر من انه ستريمر مويد العزابي مويد ايه مويد ماشي في طريق صح وقصدي قاعد يحسن في الصورة في ليبيا وكويس وبالنسبة لي هيك كستريمر انا راه ما نتفرجش عليه هلبة حسن عدي ليبيانو هيك الاولاد قصدي اللي انا اعرفهم فهمت ما مني بتقول مني افضل من كل واحد وحاجته بقراي تعرفت على كراش كيف تعرفت على كراش رسمي عندك علم نسيت كيف حتى كيف خشينا في بعض احنا كراش 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 اول مره نتذكر فيها انا قبل حتى ما تكون عندي صفحه باهي خشيت في البت مداير بطوله هو تندر يلعب انا هيك نعلق اللقح واحد مشي قد يطلع يزبطني انا نظبطه ويطلع يزبط بعدين في رمضان خشينا عليه جي تي ام مع بعضنا فهمت خشينا في جي تي ام مع بعض هو جي تي اي تديروا في اجتماعات قبل اللعب في موضوع مع الادمن في ستوريات تندار لان نحس في الموضوع في قصه تتجهز قبل البت مش ديما لا مش ديما مش ديما في مرات هيك نهدرزوا على حاجات وواحد كراش قصدي حشيشته هيك جو سيناريو منظم واحد و... بالضبط حشيشته جوا هو بالنسبه لي انا نفتح نهبك ونسكر وتشبح فيها كيف ماشيه وخلاص عدي يفكر 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 من الساعه 10 تجي الساعه 1 يبعرها يفلقها ابوه على اخوه ويروح وخلاص وصلنا زي العرب تو يا بوزو نقدر نقول متى البوزو ممكن العام الجاي او يبدا اكل عيشك هو اللايف خلاص الدخل بتاعه هو اللي يساعدك وتوفر منه وترتب امورك لا قلتها انا قلتها حتى في اللقاء في قناه سلام قلتها له قلتها راه مهما تكون مهما وصلت مهما دي دخلك اقوى من اي حاجه لبرا تقعد هذه حاجه ثانويه ما تقدرش تعب عليها اللي انت بتديرها او يعني احسن حاجه هي انك انت تاخذ المردود اللي يطلع لك هنا تطبقه لبرا فهمتها دير بيه حاجه لبرا باش تستفيد لكن مهما كانت تقعد حاجه ثانويه مع انه راهو في ناس يا عماد راهو تاخذ في ارقام وزراء ما تاخذش فيها راه ارقام تخلع راهو ارقام تخلع راهو عقود الرعايه والسبونسر والستارز فوت الدعايات وفوت الاعلانات هو شخصيا كداعمين وكالمحتوى نتاع اللي يقدم فيه علاش عليك ابو فله تزبط ايه ترند توا كيف طالع مضروب مرة قالها فقش بيطلع الأرباح متاعها طلع أرباح اليوتيوب بس يعني هو الفيديوهات اللي يصنع فيها ويحط فيها من غير إعلاناتها من غير الدعم اللي يجي هيك مباشر من غير دعايات 44,000 دولار في الشهر 44,000 دولار في الشهر وفي حاجات قصدي كود خصم في كود متاع الالعاب لما تستخدم انت وتشري حاجه يمشوا له هو ارباح هذا راني نقول لك انا تو ما كنتش ترند زي تو وكنت نستخدم فيه راه مطلع منه حتى هو راه نص تجميعتي منه هو كود الدعم تو الناس ماهوش برانيه وعيله واحده اكثر شهر طلعت فيه من ورا البوتوت كم لا كت كت
لا 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 فكري اسمع والله انا بس تعرف ان انا ما نديرش في الدراما باهي لا ايه لا اله الا الله والله العظيم شهر 12 وشهر واحد ما خديت فيهم قرش قول لي علاش فعلا اول ما وصلوا للفلوس تسكر الحساب بتاعي تعيني تسكر ايه تسكر وفتحتها حولتهم لحساب البيانو تسكر حتى شكلها كبيره يا اخونا اللي يسكر لك تسكر يا اسمع تسكر بيانو وتوا تو 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 تعرف ماليش في ثلاث ايام كيف افتح ابغى تعرف ان انا ما نديرش في الدراما جو لا ونهايتي واحد يسكروا لي حساباتي قاعد والله قرش ما خذيت الله في واحد الشاوش قال لك نقول ونسكت قول يا شاوش بالله تقول لا لا قصدي اسمع انا مدخلك حوشي مدخلك داري فتح لك استوديو منشي المحتوى قلت لك قول ربي يبارك في كونه من نقال يا لا لا فكنا فكنا يا عماد ربي يزيدك ويعطيك على قد نيتك يا برو ان شاء الله ان شاء الله يا جماعه ودي لان النيه ما ناش ها يصلوا فيك جماعه قلت تفتح اليوم اكيد كان نقدر نسيبهم انا متابعينك من بنغازي اقرا هم تجي لي بنغازي والله لا عندي فيها ناس يعز علي بنغازي قسما بالله والله لا بنديره والله يكلمني هذاك اليوم عدي قلت له شين نديره مشية كيف عرفت عدي عدي وين تلاقينا عدي اول مره ولا ينسى صورتك وقفت ولا انت وقفت لا مكالمه وصلت عليها ايه عدي قلت له تاخذ يوم ينسى ما عادش تفكر ها يوم ينسى هذا ما عادش تفكر المفروض لحسابك قعدت مفسر فعلا حسابك تقول لي يوم ما ينساش لا 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 والله لا مش عارف ودي والله لا نسيت كيف تلاقينا والله لا نسيت لكن هي في قهوة كان معانا اسماعيل تقريبا لها سنتين حتى هي يا رجل يقولوا لي حول الاسئله اللي على الشاشه كيف نحولهم ما نعرفش راني راهو ما فيش اسئله على الشاشه يطلع ويختفي خلاص قال لك ايش نسمع واحد منهم قال لك ما فكرتش في الهجره يا بوزو لا 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 وين واحد كان على البنات في تضطهدوا في البناويت اللي يديروا في بوتوت لعب ها تضطهدوا في البناويت اللي يديروا في بوتوت لعب ابدا طب لي علاقه انا اسمع عندي قاعده في الحياه تعرف ان هي ما دام الشخص اللي انت تشوف فيه قدامك ما يديرش في ضرر لحد ولا ما مش ما مش واصل في حد ولا مش غلط في حد ان شاء الله يطلع ليش وياي مالكش علاقه بيه انت ما ضرش حد ولا ما تكلماش ولا تجي جهته مالكش علاقه بيه شنو يدير يعني انت اصلا شنو دخلك شنو يدير شنو تصرفات ما وصلش فيك ما غلطش في حد ما ضرش في حد بشيء ما رحمتوهاش يا برو البيتي سودا ما رحمتوهاش والله ما لي علاقه انا ولا تكلمت ولا جيت شارع بكل ولا ما تكلمت انا عدي عدي ما خلاش لا والله ما تكلمت انا والله ما دخلي كلب بابا هاي قاعده تنبح واحد قال لي وين كلبتك هاي قاعده البرة حسب تحكي على البنت قلت خير بدي اخرط هو قال لا 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 يا كلب اليكسي البرة هذا عماد بن حامد عماد بن حامد مذيع قناة شنو اسمها هي مولع المولع يقولهم عرف نفسك يا راجل والله انا اسمي يا سيدي عماد قد في برنامج خدمي بتاع مجاري وطبوات باهي وهذا ليش تعرفت عليه عدي فمن عدي بس باش ما عادش تستحقوا الاسطى تبعوا عماد اسطوا كيف لحم الطبوات وخدمه مجاري ولوندين اي عندكم حفره في شارعكم ما بعتوا لي عندكم زنقه مسكره ما بعتوا لي ما عندكم مش مشكله قلت لك يا بوزو باي تو احنا جبنا سيره زوز اعطيتني فيه رايك في واحد نبي نسالك عليه بجديات تندر خيره شو رايك فيه؟ الولد تندر رد بالك اخر واحد فيكم بدا في اللعب ممكن هو ولدي تندر رد بالك قلت لك استنى ولدي انت شنو عمرك هو شنو عمره؟ 2004 ذاك لكن عندك علم طولي من طوله ما شاء الله ما شاء الله من طوله اخر واحد بدا يلعب على موضوع قليل اللعب لا وين لا وين بادي معاي تندر بادي معاي بعدي هو بعدي بشويه طبعا كان زي الكلب الضال خليه يسمع عجبته باي ما عجبته يملح كان زي الكلب الضال ما يعرف احد
باي جبناه معانا في الكلان. طبعا نحكي لك على تندر، عشت معاني وياه في دار واحدة طبعا، يامات مصراته والعقد والدنيا والخدمة غادي. فلاتة كان اتربى لي حاجة، قراية لعب اي حاجة في الحياة كان احطها في راسه تندر، معناها يا اما الاول يا اما لا، هيك هيك مشروع. يعرف. خش على فورتنايت هيك يلعب زي توه، خش على كود بيلعب هيك زي على كل، لازم بقلبه رب. النية اللي كانت عندنا احنا قبل بعمره، هو توه هو فيها، توه هو فيها، عرفتها عرفتها ملقطة. كنت عايش الدور اللي هو عايشه توه 2004، وانت الصادق واطول مني واعرض مني. ما شاء الله، لكن حتى في اللعب نشوف فيه. لكن قول لي حاجه واحده، ما دام زي ولدك يسمع في كلامك، قول لك بعد على الفاسد اللي اسمه عمران مبسوط. لا لا، حتى عمران يحبه هو. لا لا، عمران اخي، عمران بس صاحبي. صوت خرب شوي، جاتك مكالمة ثانية. لا طلعت لي بتاع الشحن، فتها درتها، لكن تو تمام. هو حتى انا دقيقة ترى، واحد عندك علم واحد. دقيقة شنو صرت طيب على راسي فوق الحوش هذا؟ تو البارتي بتبدأ بعد ساعة. هاي بالله واحد عليك، الدوشة غير معمليك في الدوشة. فوق يا راجل، فوق مالية شنجابهم لي 3 أدوار. ما بين الثالث بنيته بالفلوس بتاع البوتوت. لا بك الحوش من الفنانين، قعمز بني بالنجوم قالوا لي. لكن بوي مش عاجب الجو، بيشرعها معاي بكري. خشيت الحوش مروح من الصاله بندوش، حوش فاضي ما في شي حد. خشيت كملت الدوش، طلعت خشيت المطبخ نشرب في ميه، لقيتها مقعمز بي هارب. طبعا لقيتها مقعمز، قال لي شن قلت لك انا يا حيوان؟ قلت له شن قلت لي؟ قال لي مش لما تخش المكان تطلق السلام. هو اللي خاش بعدي را. هو خش بعدي. قال لي مش قلت لك تطلق السلام لما تخش؟ يبي يشتري مشكلة، واضح يبي يشتري مشكلة. قلت له باي انا في الحوش من بكري مقعمص فاضي، فيش حد انت خشيت؟ قال لي حتى انا خشيت، تشبهني تقول السلام؟ عرفت يا طب مش تحسب روحك وصلت 7000 و5000 و انا يا ابوك يا كلب. يعرف الجواب، يتبع فيك ويندر عليك قديش توصل. ايه ولا شني الوالد صغير ما شاء الله، مواليد 66، 54 عام، 55. شبيب. لا لا، بوتوت واحد. هذا قلب له موبايل ان شاء الله، تقول ايش عنده التوك توك بس. لا لا لا، أنا مش جو النت بكر ولا لي علاقة به. لا لا، ان شاء الله ربي يخليه لكم يا برو، يحفظه لك. قول لي توي برو قبل ما الجماعه ما تعطلش عليهم في اللايف بتاعك غادي. نسألك عليه حاجة ثانية مهمة حتى هي. قول. ليبيا بكري كانت تكلمنا على الفلوس وانه يكون مصدر دخل ومش عارف شنو. في ناس عليك ممكن يخشوا على البتول. توا موضوع النجوم مثلا. اليوم واحد نجمتين، النجمتين عندك فيهم قرشين. القرشين هذول كيف يوصلوا لايد البوزو مثلا؟ طبعا هي احنا بالمواضيع هذه تعرف انا لا فيزا لا ميزا لا شيء، ما في بالضبط. شيء ما في شيء. فانا الاول واخذ حساب ولاد صاحبي عنده جنسيه كنديه في كندا، مدير لي حساب باي بال، رابطه بالباي بال باش يخلصوك الفيس. وطبعا الفيس لما بالنسبه لي ارباحهم، انت اللي تشري انت يربحوا فيك مش في اللي يستلم. بالضبط. عماد شرى 100,000 نجمه اللي هم 1000 دولار بيشتريهم ب 1100، فهمت كيف؟ يبعت لي 100,000 يوصلوني 1000 دولار، ف 1000 دولار ب 1000 دولار زي ما هم، فهمت كيف؟ اللي يبعته لك يوصلوا. وطبعا ياخذوا شهر معالجه وشهر بعدين يخلصوك. يعني مثلا اللي خذيتها في شهر 9 ماكس واخده في نهايتها، تاخذها في 11، في بداية 11. في بداية 11 ينزلوا من يوم 2 في الشهر ليوم 12، فهمت؟ فلو ما عندكش حد البرة ولا عندك كيف، لان احنا لا بنك دولي لا فيزا لا في شيء. هي طبعا يا اما مصرف يا اما بيبال، واحده من الزوج، غيرك ما فيش طرق دفع. فهمت عليك. تو اللي يبدا موضوع البوتوت، عندنا البملاعبيه وعندنا
هل بناس تعرف تلعب الحق تمام؟ هما كيف يبدو يعني تو تجميع واحد بعد يعني قد حاله يا شنو تقول له من نصايح يا بوزو؟ عماد اه اللي تكلم فيه انت تو، اللي تكلم فيه انت تو كانت عنده تجميع حق 1200 جنيه. كيف؟ قلت لك انت اللي تكلم فيه تو اللي قدامك كانت عنده تجميع حق 1200 جنيه. اسوأ من السيئة. هذا فما عام باش نقول لك مرات فرق السعر ماش حصلها ب 1200. لا وين فرق السعر؟ اغلى كان. اه اغلى. 2017 2018 أول مرة نشري بي سي في حياتي. كان عندي قصدي لكن قديم. فرق السعر كان ب 7 أو 8 دولار. لما خشيت أنا. إيه كان قصدي هو نوع من الوديدة من ولد لكن هذاك هو يعني يعني حقه في الوقت هذاك لنا سيء كان فهمت؟ أه وتو قصدي داير يعني تجميع ربي يبارك مع هذا مزاري تعتبر ضعيفة. كل ما بتزيد تقدم كل ما بتعرف أن اللي عندك كان أضعف من يعني أنه المفروض يكون عندك شيء يقوى فهمت كيف؟ عادي أبدأ يعني كان بتبدأ أبدأ واحدة واحدة مش ضروري طول تنفجر لكن هي نفس الوقت أهم شيء أهم شيء في البيت الجودة متاعها تشبه فيها أنت لما يقطع ولا مش عارف شنو تبدأ واصل 10,000 ولا 11 ولا واحد يفصل فصلة واحدة 3,000 4,000 التالي طول يعني ما تحكش فيهم راسك وقبل لا أصلا لا تجري تجميعة ولا تبي قصدي أنت تطلع على الشاشة تأكد ان عندك نت يضمن لك الصورة متاعك هي تطلع بشكل مليح غيرك والله قاع مزريح روحك خير تو بما ان ما شاء الله وصلتوا قداش 37,000 يومها 39 لكن فيش حد دار سكرين فهمت خيره يديروا سكرين لكل شيء السكرين كله 37 ونقرا فيه مكان 39 ما فهمت ايه انا بروحي ريتها 39 قلت ندير سكرين قلت تو ينزلوها اكيد تو ينزلها هو كل واحد قاعد ما فيش حد دارها يا ري فهمت عليك ايه هذا شنو اللي خش وراه؟ هذا ولاد بياخذ الشحن باهي باهي يا برو ها اخير اللي ها هيك بصراحه قدام الناس الزحمه اللي تصير والدوشه شنو استفدت من العلاقات ايام؟ كيف؟ استفدت منها العلاقات والمعارف بالناس ولا ما استفدتش منها؟ في من اي ناحيه؟ مش عن خليني من ناحيه من مثلا حب الناس ومعرفه الناس خليني من على جنب حاجات ومصالح مشت وواسطات ومعارف من وراء البت من وراء شهرة النت ولا في اكيد اي كلموا فينا جهات معينه شركات دعايات كده ناس قصدي متسميه تعرفنا تتبع فينا شن شني شن تاني قصدي كنوع شن استفاده ما فهمت شن تبي بالضبط انت ما نحكي مرات ماشي لي مصلحة لقيت زحمة البوزو هذا تعال من هنا يا بوزو خش من غادي في الماكلة في الماكلة فيه موجودة وما نخش في مطعم وعدي يا البوزو تعال تطلع الوجبة تبي نص ساعة تطلع لك ب10 دقايق في الماكلة مصلحة ثانية شيني جواز عندي تذكرة عندي من يطلع حتى هو فيه مصلحة قصدي واتية جواز عندي بتلقى نص البث بعتين لك تو بالله عليك عمره واحده وقفاتك في الطريق بنت هات من الاخر لا 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 لكن هذاك اليوم واقف انا واقف انا وعدي في جزيره المدار اكيد لا 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 قصدي البنات يتحشموا قصدي هم الاولاد الاولاد وفي منهم انا ولا لا تضايق فيا تبي الحق يا رجل يا اما اشبح لي وتعالى هدرز علي والله لا تقول نعرفك راه عادي يا اما ما تشبح ليش يبدو يشبحوا لك عرفت انت هو ايه هو عرفت ما نحبهاش الشبحات هي تبدا طعم نبدا تضايق فيا لان امري اه في الصاله في مش عارف شني في اي مكان تضايق فيه في ناس والله تجي تهدر زكي واو ولم بكري كنت في الاديداس مخاش مع اولادك بياخذ شويه حاجات ولا يجوني يهدرزوا ثلاثه انفار نزلوا حتى الصور قصدي عادي كاني نعرفهم انا ما نتحشمش عادي ما متزيني زيك ما في شيء لكن تبدا تشبح لي من بعيد جو الخنصة ولا كمل لي اللي صار في جزيرة المدار اللي في جزيرة المدار قاصين الطريق بتطلع واحدة قالت يا بوزو لفتك قامت ايدها قالت لي من المتابعات ومشيت انا لا لا ما في شيء لا لا عاد شيري خيرك عماد خيرك لا قلنا الأسئلة يا فوتة والله يا بوزو بجديات فرحت فيك هلبا وجماعه باش نعطل عليك عندك بنت عارفك الواحد تو تمشي عشاء وبترتب امورك لا لا واكل ولا كليت اربع ايام ها؟
قلت لهم اللقاء هذا اللي يجيب 3 أو 4 أيام كل مرة يديره في موعد هو كان الجمعة صباح اليوم وبن جاي يا ربك يستر يا برو ولا يا ربك يستر ولا بنتفرج أنا الحق تون هدرز عليه شوي تون أنصحه تون هدرز عليه شوي اتفرج أنصح زي النصيحة ديك أتفكر ها أهم شيء الأسلوب والأخلاق أهم شيء عباد تطلع من القناة حسنا أهم شيء الأخلاق والأسلوب قال لك هم قال لي طبعا الأستاذ عمران قلت له مدام قلت أستاذ أنت واحد يقول له عمي تو يقول له عمي عمران قلت لك اللي قلت لك عليه بتاع ما خدش في العمليه دي اقل من 20 جنيه الموضوع اللي مره كلمت عليه هنا قلت لي شنو يخرط هذا من هو؟ الموضوع اللي مره كلمت عليه هنا عودي قلت لي شنو يخرط تفلقني تينا شرح له ذاك اليوم تينا شرح تعال هنا يا راجل راك ترند راهو فيه راهو كذا راهو هيكي اسمع مش بطريقه مباشره هذا شيء مداير له عدي متعبه في البث ومتعبه حتى في رزق الراجل هو عدي يتصلوا به الناس يقولوا له يا عدي والله في موضوع كذا كذا خدمه دعايه طبعا يكلم البوز يقول له مثلا ناخذ 30 عدي يطلب 40 قرش 50 قرش والله بيحرد للسوق قلت له قصدي الامور هي انت ما تعرفش اسال حد يعرف كلمني فما تبي نصيحه تبي حاجه كلم عادي الاولاد اصحابك يعرفوا قلت له حتى عماد نفسه كلمه كانت تبي حاجه الراجل يزبط في المواضيع عادي وعادي لا لا تو تفهمنا ستيكر تو واطي تعرف رد العالي تو تتصل بيه طول يعطيك والله منور يا غالي ومنورين جماعتك كلهم موجودك اخوي عماد عدي الاربعاء ممكن ولا الخميس ان شاء الله وبالله قبلها يعني تليفوني الثاني واول وهر لي شوي عليه هر لي قلت ايه قلت لك في البت متاعه خير لما يخش معاي هر لي عليه شويه اسئله قلت لك حاضر حتاخذ اسئله ما عمرك اخذتها اعطيني التليفون الثاني بس واقرا تم خلاص انا بعت لك الواتساب وبالله عليك ما تقصر في خيرك انا قلت لك انا بنفتح حتى انا في تليفوني ونفتح هنا في الشاشه هيك ونبدا نبعد اسمع ونضحك بالله عليك قبل ما نسكر والله في بنيه وفي ولاد اسمه عبده السؤال هذا نسال فوق من 40 مره كلها تسالوا فيك احكي لنا على البيكاسو خير البيكاسو ما هيك بيكي السؤال ينكتب البيكاسو ها كل البيكاسو تقول شنو يبوا يحكوا لنا عليه على شنو شنو تبوا عليه على شخص الولد كلها وصال قلت لك البيكاسو لا صاحبنا وحبيبنا من الناس اللي ما قصروش معانا حتى هو طبعا الناس حباته هو بالجرة الفصلات اللي يدير فيها والخرط والواحد لكن لا كويس ولا بيكاسو كويس راجل هيك يحب يساعد الناس ونية طيب وقف مع عدي وقف مع هنا وقف مع البنات وطبعا حتى هو تعرف علينا هيك من البتوت ما نعرفوش احنا لا تو اليوم ما تلاقيناش معاه حقيقة في الواقع ما تلاقيناش معاه والله ما تلاقينا معاه لانه هو بريطاني عرفت بعيد وهيك وديما يقول بنروح هو كذاب تعرف انت طبعا واحد بعد سؤال اسمه دي واي خويلدي وحاط صورة عدي الخويلدي والله ماني سائل سؤالك غير الصورة وتعال اسأل لا في هلبة صورة مساكين فكونا منهم يا ودي المواضيع هذه اكد لي حسابي يا عماد قنوات ودنيا وناس ما بعت لك الفيديو قلت لك كيف ما بعت لي شيء اكد لي حسابي جيب لنا علامة الصح يا رجل وشخصية مشهورة طالع في التلفزيون نتكلم معك انت قنوات مذيعات مش عارف شني مابوش يعطوني اسمع انا بعت لك تسجيل دير زي ما بيجيك في التسجيل هذا بالضبط بعت ايميل انت ولا ما بعتهاش؟ ما بعت شيء انا بتبعت لهم حيرفضوك اول مره نحكيك على الفيسبوك تمام هتبعت لهم اول مره حيرفضوك حيردوا لك ضروري عندك علم والله العظيم لم بكري الصبح خشوا على حسابي الانستا لحقت عليه في الاخير لا تو نبعت لك تو والله لحقت عليه في الاخير خشوا للحساب را لحقت عليه في الاخير والفيس يوميا تجيني رساله نتاع على اساس ان حد خاش وداير ان نسيت الباسورد بطا يوميا تجيني على الايميل وعلى الشفره وعلى الدنيا لا ما تدور فالطه راه كانت هكرت الدنيا فالطه كبيره
اسمع استاذ محمد وين قديش رده حتى البث من مكي كان ابو نلهو ما صارش. قال لك سؤال ايش راح يوصل فيه الدور ولا لا؟ علاش الستريمر الليبيين القوا ما تلموش بعضكم وتديروا كلان واحد ويقعد منتخب في اتحادات الالعاب الالكترونيه؟ في منتخب يا هوني في الاتحاد الليبي للرياضات الالكترونيه الجماعه دايرين منتخب من فيفا منتخب من ببجي قاعدين يلقطوا فيه في قصدي يا سامي طالعه فيه لكن قصدي كل بالنسبه لموضوع الكلانات تقدرش تحكم على حد يعني كل واحد وين يرتاح انت اصلا ما تقدرش تلمهم مع بعضهم باش يقتنعوا على راي واحد هذه مستحيل انا حاها من راسك لكن موضوع المنتخب ماشي يا ولا امس ليبيا رابحين 5-1 في الفيفا منتخب كان ما تتبعش فاهم ها رابحين مني مش عارف والله ماني عارف مني متفرجش عليها على المباراه لكن كان معي قصدي جماعه الفيفا قالوا لي رابحين 5-1 ما شاء الله اللي هون لا لا ماشيين لا لا ماشيين قصدي واحده واحده ماشيين ولا لا ماشيين امورهم طيبه الاولاد يصير منها يصير منها ان شاء الله يا رب منور يا غالي ونسك منور حتى انت تلاقوا كان هذا قاعد انت بتكي بتقعد كل يوم واحد كل يوم لا لا مش مكتر انت وعدي وعندي ولاد ستريمر تاني حتى صاحبي مصري خود حسن وحسن بس هذا امه خود زيد زيد مني عندك حد شوط زيد بس خود لبيان خود ميت كراش ما يطلعش ما يمدش وجهه خود عندك اللي ياسته نجيبها جيبهم كلهم جيبهم ما ادري زعلان والبيت السوداء من يحبنا من يكرهنا فقش اعلق عليهم كلهم تو 2400 بت البوز وصل ل 2400 بنشوفوا اللي غيره غير لا لا فكني من مقارنات انا ما نحبش حد يقارني مع حد لا ما قلت نعرف من يا جماعه تعرف من اللي يحبك انت ما انت جايني يوم احد الناس كيف طالعه من السبت راقده تعال الخميس تدش مع الخمسه مسكره ريتها كيف ظروف تحكم الخميس بنجيب لك عودي جيب عودي وانا عالق عليك في الواتساب يا معلم بالله عليك ما تنسى وبرع تم يا غالي وبارك الله فيك يا الله يرحم والديك يا عماد منور بارك الله فيك يا شباب ديروا له طبعا فولو تابعوه اخونا عماد من الناس الاولى اللي تتبع فينا وما قصرش معانا لا وهذا طبعا الفيديو اللي طالع ترند بتاع عودية ذاك بتاع اهم شيء الاخلاق وواحد يتكلم بعدين جايبين له هذا سبب البلاي هذا سبب الترند ذاك يا رب مشكله ما قدرتش نكذب يقول في كلام وانا في الليل نتفرج عليه ولابس سوريه هنا البطمه للاخير ما عادش فيها مقضط تم يا غالي خلاص في فيها فويس تبعته لك تو على الفيسبوك اسمع تلقى فيه طريقه العلامه الزرقاء بعتني والله يا ريت يا ريت والله يا ريت تم يا الحب تم خلاص تصبح على خير منور عمده ربي يحفظك وموفق يا غالي كلكم منورين تصبح على خير هاي سلامات يا شباب تلاقوا سلام